يبقى هنطلع دلوقتي من البلاننج بتاع البروكيورمنت، ونيجي بعد كده خلاص هنعمل كوندكشن، هنتمم عمليه الشراء. اوكي خلاص الحاجه هتيجي المخزن وتستلمها من المخزن والفلوس هتدفع لصاحب الفلوس والعمليه هتتم بعد كده. بس للاسف بيفضل عندك الشغلانه المزعجه. اوكي ليه انا بسميها الشغلانه المزعجه؟ الشغل الاداري والورقي بالنسبه لي انا مزعج جدا. اوكي بالنسبه لي انا محمد توفيق. والحقيقه ان انا لقيت كتير من الشباب المهندسين برضو بالذات المهندسين عندهم نفس المشكله. ما بنحبش نقعد نضيع وقتنا في الاعمال الورقيه. وكلمه نضيع دي هي الغلط بقى. اوكي ليه؟ لان ده مش وقت ضايع. انا ابتديت كلامي في المشتريات ان موضوع المشتريات ده من باب من ابواب اللي ممكن تفتح ابواب فساد وابواب سرقه. فاذا انت ما كنتش حريص على ان الاعمال الورقيه تتم بشكل مظبوط يبقى probably انت واحد من الناس اللي هيلبسوا في الحيط حتى لو كنت ماشي جنب الحيط. اوكي لازم تكون حريص جدا 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 في الاوراق وانها تتم صح. ان انت ليه؟ لان اللي بيسرق اوكي هتلاقيه مقفل ورقه كويس، مغطي ورقه كويس. اوكي فمين لما بيحصل مشكله مين اللي بيلبس؟ اللي مش مغطي ورقه كويس، اللي هو غالبا مش سارق. اوكي الحقيقه انا هحكي لكم حدوته يمكن هي ما فيهاش مشتريات، بس الحدوته دي المفروض عايز اوريكم فيها اهميه انك تاخد بالك من الورق، فانتبهوا معايا. دي حاجه حصلت معايا فعلا انا شخصيا. كنت لما سبت جامعه القاهره وابتديت الشغل في جامعه زويل سنه 2014 كده، انا ابتديت في اول الصيف. المهم على اواخر الصيف كان سوري قبل اواخر الصيف لما كنت بقى في جامعه القاهره، انا كنت واحد من الناس زي ما قال لكم من شويه ما بحبش الاعمال الورقيه، بالنسبه لي عمليه مزعجه وتضيع وقت ووجع دماغ وكلام ده. فبالتالي كنت بعمل ايه؟ كنت بحاول اريح الناس بقى اللي عايز مني انا اعمال ورقيه، كنت بريحه فيها خالص وبعملها له بسرعه وما بوجعش دماغي. فكان الطلبه زي الطلبه عندكم برضو زي ما انتم في الجامعه، اي حد محتاج يعمل اي نشاط او يشتري حاجه او يجيب حاجه في معمل او يجيب اي حاجه تبع الجامعه لازم موافقه احد اعضاء هيئه التدريس، مش كده ولا ايه؟ فجامعه القاهره كانت الطلبه بتجيلي ليه؟ لان هم عرفوا ان انا ما بوجعش دماغهم وبخلصهم كل حاجه بسرعه، فاي حد عنده ورق عنده حاجه عايزه تتعمل يجي امضي لنا دي لو سمحت يا دكتور، امضيها له يلا، احنا عايزين مش عارف نشتري يلا عايزين نطلع رحله خد يلا، عايزين نشتري حاجه للمعمل اتفضل. فكنت مسهل الدنيا، والهدف من ده ان انا ايه ما اوجعش دماغ الطلبه زي ما انتم دماغكم بتتوجع في الكليه عنده. اوكي؟ لان ده واقع بيحصل في كل حته. المهم بعد ما سبت بقى جامعة القاهرة وابتديت شغل في جامعة زويل، الحقيقة بعديها بكم شهر كده جه معرض من معارض المشروعات وحاجات كده، وبعض الحاجات في المعرض ده كان بيبقى طلبة بتعرض المشروعات بتاعتها. فساعتها خدت رحت أنا وابني الصغير رحنا إيه المعرض ده نتفرج على الحاجات اللي الطلبة عاملينها. أول ما دخلت من باب المعرض لمحت صاروخ. اوكي صاروخ ارتفاع بتاع 2 متر كده. طبعا باعتبار الراجل بتاع طيران اول ما اشوف صاروخ اوكي لازم ايه تن اقوم متجه ناحيته على طول واروح اشوف ايه الحكايه. طبعا اول ما قربت منه لقيت عليه اللوجو بتاع جامعه القاهره، قلت بس دول ولادنا يبقى كويس ايه لما نشوف ايه اللي حصل. المهم الولاد الحقيقه قعدت سالتهم واتكلمت معاهم عن المشروع بتاعهم، ما شاء الله كانوا عاملين حاجه ممتازه وكسبوا بيها جوائز كمان دولية وكلام من ده. الصاروخ ده له وقود اسمه الوقود الصلب في الصواريخ. المهم يعني كل الحاجات دي وجابوا بيه بيرفورمانس رائع. المهم ها شباب طب برافو عليكم جميل جدا، مين اللي مشرف على المشروع ده يا شباب؟ تفتكروا طلع مين؟
وانا ما اعرفش. ايه المشكله؟ المشكله حضرتك ان الوقود بتاع الصواريخ دي عباره عن قنبله، قنبله ليترالي. الفرق بينه وبين القنبله اكشوالي ان الوقود بتاع الصاروخ بنحط عليه مواد تبطئ عمليه الاحتراق. اوكي؟ تبطئ عمليه الاحتراق علشان يطلع بقى الغاز بشكل منتظم فيبتدي يدفع الصاروخ والصاروخ يتحرك. لكن لو المواد بتاعت التبطيء دي، تبطيء الاحتراق دي قلت، الصاروخ ده بيتحول لقنبله. يبقى انا كنت مسؤول عن ايه؟ ربنا ستر. اوكي؟ كان ممكن لو حد من الشباب دول عنده يعني تصرف تصرف غلط او كان دماغه لسعه وعمل حاجه مش مظبوطه، مين اللي كان هيروح في 60 داهيه؟ العبد الله. يمكن ربنا بس عشان عارف ان انا نيتي كانت ان انا اسهل لهم حياتهم وما تعبهمش فسترها معايا. انت مش عايز تتحط في الموقف ده. اوكي؟ انت مش عايز تتحط في الموقف ده. يبقى خليك حريص على ان انت تقفل الاعمال الورقية بتاعتك صح. اوكي؟ بدمت انت ماشي صح، وانا مش هفترض ان انت عايز تمشي غلط. اوكي؟ امشي صح، بس خلي بالك من الورق بتاعك يبقى صح، وتبقى عارف ايه اللي بيتعمل، وتبقى عارف انت مسؤول عن ايه بالظبط. اوكي؟ علشان تاخد بالك منه وتراجعه وتتابعه. ما تعملش الغلطة بتاعتي اللي ربنا سترها معايا فيها. اوكي يا شباب؟ ارجو ان النقطة دي ما تنسوهاش وخليكم فاكرين الصاروخ. خلصت بقى عملية الاعمال الورقية. اوكي؟ يبقى كده تمت عملية المشتريات. خلصنا كده ايه المشتريات بتاعتنا. المفروض ان انت برضو بتعمل عليها بقى كنترولينج. عملية المشتريات دي اتقفلت، لكن انت عندك متابعة مستمرة وتسجيل للبيانات. الفلان الفلاني ده لما طلبنا منه الطلب اتأخر قد ايه، لازم في فترة تأخير بتحطها في اعتبارك وتدخلها في الموديل بتاعك، عشان بعد كده لما تيجي تعمل مشتريات تاني من نفس المصدر او مشتريات مشابهة تبقى عامل حسابك المشتريات دي بتتأخر قد ايه، والمفروض بتاخد وقت قد ايه في الشغل بتاعك.